إذن عدنا لكم من جديد وبداية حديثنا اليوم عن فعاليات اليوم الخليجي لصعوبات التعلم. أقامت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم فعاليات بمناسبة اليوم الخليجي لصعوبات التعلم، وتشتمل على العديد من الأركان والمسرحيات وورش العمل وأيضا مسابقات ترفيهية للأطفال، بالإضافة للعديد من الفعاليات. للمزيد عن هذه الفعاليات معنا الآن عبر الهاتف المديرة التنفيذية للقسم النسائي بالجمعية الخيرية لصعوبات التعلم ومديرة إدارة صعوبات التعلم بوزارة التعليم سابقا الأستاذة فردوس جبريل أبو القاسم لتحدثنا عن هذا الموضوع. هلا وسهلا فيك أستاذة فردوس. هلا وسهلا، الله يحييكم، حياك الله معنا في حياتنا. الله يسلمك. يعني أمس احتفلت الجمعية بتكريم وتقدير عدد من المتميزين والمتميزات أيضا من المختصين في هذا المجال، حدثينا عن فعاليات هذه الجائزة. بالأمس تشرفت الجمعية ولله الحمد يعني ومنسوبيها والمعنيين بمجال صعوبات التعلم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض لحفل جائزة التميز وملتقى تعلم. بالتأكيد هو تشريف لمجال صعوبات التعلم بالدعم والاهتمام من قبل المسؤولين حفظهم الله. الجائزة التي تمنحها الجمعية جائزة التميز تعد هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة والخليج. بالطبع هي تهدف إلى تحفيز الإبداع لدى المختصين، إلى إثراء الميدان بالأعمال إلى قدموها وحصلوا من خلالها على الجائزة. طبعا الجائزة لها معايير معينة وتمر بلجنة تحكيم من المختصين في المجال. جميل. وبالتالي إنه تحديد الفائزين أيضا تهدف إلى تطوير قدرات ومهارات ذوي صعوبات التعلم. في هذه الدورة الرابعة فازت 9 أعمال قدمها 11 فائز وفائزة، 6 فائزات و5 فائزين كانت في مستويات 3. جميل جدا. طيب أستاذة فردوس، يعني الحفل وضع أو كان موجود ضمن الاحتفاء باليوم الخليجي، ما هو ذلك اليوم وما أبرز الأنشطة التي تقام فيه أيضا؟ كما ذكرت يعني الجمعية تسعى دائما لتحقيق أهدافها ورسالتها من خلال برامجها وأنشطتها. ضمن الاحتفاء باليوم الخليجي وهو اليوم الذي يوافق 3 مايو من كل عام. هو اليوم الذي نحتفي به بمجال صعوبات التعلم للتوعية للتعريف بالسبل الصحيحة بالأساليب المناسبة للتعامل مع هذه الفئة. جميل. التي قد يجهل الآخرين يعني أهمية التركيز على الجوانب الإبداعية لديهم. اليوم الخليجي شعار هذا العام كان لي الشرف أني اخترت الشعار قبل انتقالي من التربية الخاصة إلى مجال آخر. جميل. كان عنوانه والتعلم تقنية حياة. بالتأكيد احنا كنا نشير إلى مدى ارتباط التقنية ومدى إمكانية يعني وإمكانية استفادتنا الكبيرة منها في عملية التعليم وعملية التعلم لذوي صعوبات التعلم. ممتاز. بالنسبة للملتقى، الملتقى يتضمن يعني العديد من البرامج مثل ما ذكرت في الأول. مشكورين إنه يتضمن برامج متخصصة ترفيهية، ندوات، معرض للوسائل التعليمية. تشارك معنا عدد من الجهات. ممتاز. سواء كانت في القطاع العام أو القطاع الخاص والخيري. جميع هذه الجهات توحدت في هذا الملتقى لتبين أو لتوضح الخدمات التي تقدمها في مجال التعليم عامة. جميل. وخدمة هذه الفئة. برنامجنا اليوم ينطلق اللي هو برنامج المرأة والطفل، حيكون من الساعة 4 إن شاء الله بإذن الله حتى 10 مساء برعاية سعادة مديرة عام التربية الخاصة الأستاذ رباب الزايدي. الفعالية هي تبدأ اليوم وغدا أيضا تستمر، تتضمن مسرحيات أوبريت شاركتنا في مدارس نخبة نجد والثانوية 156 وأيضا الثانوية 129، يعني شاركونا في ركن المهارات. ممتاز. الجميل في هذه كمان المشاركات إنه إحنا شاركنا طالبات ذوات صعوبات التعلم. حلو. من خلال ركن مهاراتي. جميل جدا. ركن مهاراتي أتمنى من جميع الزائرين والزائرات يمروا على الركن ويشوفوا إبداعات بناتنا من ذوي صعوبات التعلم. هناك من الطالبات من هي مخترعة والآن تبحث عن براءة الاختراع لعملها. هناك من قدمنا أعمال مهارية
إبداعية من أعمال فنية. جميل جدا. أشياء جدا جميلة، يعني أنا أترك المجال للآخرين حتى يشوفوا ويزوروا برؤيتهم. جميل جدا. أكيد. طبعا إحنا بالإضافة لهذا كله يعني عندنا برنامج ثقافي حيكون اليوم بإذن الله من الساعة 5:30 إلى الساعة 6:30 حيكون عندنا ورشة عمل عن فاعلية القصص الإلكترونية. ماشي. وبكده إحنا نحقق شعار اليوم الخليجي، كيف ممكن نستفيد من القصة من جانب إلكتروني، حتقدمها الأستاذة ريما عبد اللطيف. الساعة 7 أو الساعة 8 حيكون في الأستاذة وفاء المصري مع الأستاذة زينب يوسف، حيقدموا كيف تصنعين وسيلة لابنك. جميل جدا. واليوم الثاني حيكون في ورشة عمل عن غذاء ابنك عنوان تعلمون. نعم. جميل جدا. يعني ما شاء الله يومكم حافل، فعالياتكم جدا حافلة يعني بالفعل. جداً يعطيكم ألف عافية. يعني فعلا احنا ندعو الجميع يعني لزيارة المعرض كما ذكرتي. يعطيكم ألف عافية يعني مديرة التنفيذية القسم النسائي بالجمعية الخيرية لصعوبات التعلم. الله يسلمك. انا بس حابة يعني اشير لشيء مهم جدا. تفضلي على عجالة لو تكرمتي. اليوم نعم. حيكون في تكريم وتتويج الطفلة المبدئة غل الخالدي ما شاء الله. باختيار الجمعية انها تكون سفيرة للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم. جميل. يعني انا بالتأكيد يعني انا اوجه شكري لجميع المشاركين معنا والمتطوعات ومن جامعة الأميرة نورة من إدارة التعليم، اوجه الدعوة للجميع بالحضور المشاركة الفاعلة معنا في هذه الفعاليات المنظمة لإثراء طبعا خبراتهم ومشاركة أفراد جميع المجتمع للتعرف على ذوي صعوبات التعلم عن قرب. بشكل أكبر. أكيد. كل الشكر لك يا أستاذة فردوس، شكرا على مداخلتك، شكرا على المعلومات اللي قدمتيها لنا مديرة إدارة صعوبات التعلم بوزارة التعليم سابقا. شكرا لك. أكيد. يعطيك ألف عافية. فعلا يعني فعاليات أكثر من رائعة. صحيح. جميل جدا أنه فعلا مهتمين بهذه الفئة، يسلطوا الضوء من خلال كل الفعاليات اللي ذكرتها، فعاليات ترفيهيه وتثقيفيه ايضا. صحيح. ودخولها ان هم يدخلوها بالمجتمع. صحيح. العادي، وان هي تحتك فيهم بشكل طبيعي. هذا بيخليها تستشعر انه هي خلاص. صحيح. شخص طبيعي، واقدر اعطي، اقدر ابدع بالفعل، اقدر اطلع كل الطاقات اللي بداخلي، فشيء فعلا رائع بالفعل. نبغى نذكركم مشاهدينا طبعا سؤال الحلقه اللي كانت قبل امس، ولكن نطلع لفاصل وبعدها نواصل.